السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب خلونا نجرب كيف نحمل الايونيك بالاوبريتنج سيستم اللي هو الماك. طبعا نرجع للموقع. في الموقع لو اجينا على CLI راح نلاحظ الانستاليشن ايضا سهل جدا. npm install -g ionic at عفوا هذا copy ionic at latest. طبعا هذا احنا جربناها على الويندوز وجربناها على لينكس، يبقى انه احنا نجربها على الماك. تنصيبها هنا انتبه في شيء مهم جدا، تنصيبها في الماك مثل اللينكس يحتاج الى كلمه sudo. طيب بعد ذلك تجي تعمل هنا بيست لهذا وتجي تعمل هنا انتر وتضع عندك الباسورد الخاص بحاسبتك، راح يقوم بعمليه التنصيب. طبعا انا نصبته مسبقا الايونيك الاصدار الاخيره. الايونيك المستخدمة ايضا اتصور 3.7.3، يعني خلال مرحلة الدورة اللي احنا كنا نقدمها لكم صار تحديث، لكن ليس بتحديث جذري، يعني عادي لازلت تستطيع استخدام كل التطبيقات بما انه هي الاصدارة 3. تمام، فهنا مجموعة ارشادات مفروض انه انت تقوم بتحميل النود. تمام، LTS السادس long term support. فالنود ايضا تقدر تكتب هنا نود جي اس مثلا، نود جي اس راح ياخذك لموقع النود. يعني اول قبل لا تنصب انت الايونيك اتاكد من انه انت عندك نسخه ال LTS السادس اللي هو خاص بالماك. تمام، نود جي اس، تحمل النود جي اس. خلينا نوقف الايميل حتى لا يكون عندنا اي مشكله. طيب خلينا نشوف بالطرف الثاني، نلاحظ انه كل شيء تمام، عندنا الاصدارة 3.13 من الايونيك موجودة. طيب كيف راح اعمل مشروع؟ بنفس الطريقة اللي احنا كنا نتبعها في اللينكس، يعني ايضا هنا تكتب ايونيك ستارت وتكتب اسم المشروع مثلا ماي، او خلينا نخصص نروح على CD ديسك توب. الناس اللي تستخدم لينكس سهل جدا تتعرف على الماك لان ولاد عم. خلينا نجي هنا نعمل CD ionic ionic 3 اتصور الفولدر. طيب هذا فولدر طبعا انا عملته في الديسكتوب، ممكن انت تعمل ايضا فولدر خاص بيك. هنا نجي نكتب ionic start my project مثلا وتختار اسم التمبلت او تتركها بهذا الشكل. تركك ل الكوماند لاين بهذا الشكل بمعنى انه راح يعمل لك بلانك، بمعنى صفحه واحده فقط في الايونيك. راح اختار التابس حتى تشوف انه نفس الشيء اللي احنا نعمله في اللينكس في الويندوز نفس الشيء يطبق بالماك. هذا هو الشيء الجميل في الكروس بلاتفورم ايونيك عابرة للمنصات. لاحظ راح يقوم بالتحميل configuration npm install نفس الشيء اللي شفناه في الاوبريتنج سيستم اللينكس. لاحظ هنا CD بعدين تكتب ionic serve ويبدأ التطبيق في العمل. هنا انا ايضا بستخدم virtual studio code. لاحظ نفس الشكل، نفس الشكل ما يختلف نهائيا، يعني لا يوجد اي اختلاف. ننتظر يكمل. طبعا انت بالنسبه لك ماك يا اما يكون عندك جهاز ماك، ماك بوك اير، ماك بوك برو. انا عندي الماك بوك برو اند ماك بوك اير، وان شاء الله ناوي على الاي ماك. ممكن استخدام ايضا الفيرتشوال بوكس ماك. انا في عندي اصدقاء بيستخدموا الفيرتشوال بوكس الماك. لاحظ هنا أنا كمل التنصيب كله CD، مجرد تكتب CD ماي بروجكت تمام وتكتب ionic serve راح يشتغل على التطبيق. حسب اللي سمعته انه يعني في عندي اصدقاء بيقولون انه عندهم فيرتشوال بوكس في الانترنت موجود منصب عليها الاوبريتنج سيستم الماك، بيقومون بتشغيلها عن طريق الفيرتشوال بوكس او الفي ام وير ويستمتعون بنظام الاوبريتنج الماك و بيقومون باستخدام الايونيك في داخلها وحتى الاكس كود في داخلها موجود وينشئون تطبيقاتهم للاي او اس. فانت عندك طريقين، يا اما تشتري جهاز الماك يا اما تعمل
مثل ما يعملون أصدقائنا أنه تحمل فيرتشوال. تقريبا سعر الماك، أرخص ماك تقريبا $1000، 999 دولار، يعني ليس بالمبلغ الكبير جدا طبعا، بس إذا كنت أنت من أصحاب الدخل المحدود جدا، لا أكيد فيرتشوال يكون لك أفضل. هنا ده نلاحظ أنه تم تشغيلها، لاحظ هذه التابات بتعمل تمام. ممكن أيضا من الديفلوب تدخل على الانتر ريسبونسيف ديزاين مود، هذا راح يطلع لك شكل الماك بهذه الصورة طبعا، ممكن تعرضها بالشكل اللي تريده. ممكن أيضا عندنا هنا مثلا اينك سيرف ماينس ماينس لاب، راح يشغلنا اياه على شكل لايبرري تمام. لكن انا ايضا مع الفيرتشوال، اللي الناس اللي تستخدم الماك كفيرتشوال في داخل حاسباتهم، اكيد انت خلي في بالك تحتاج الى رامات عاليه، يعني على الاقل انه الماك يحتاج 4 جيجا رام، فانت حاسبتك مثلا اذا كانت 8 ممكن تشغل فيها الماك، ممكن قد تحس ببطء تمام، قد تحس ببطء لانه هو يحتاج 4 جيجا رام. راح نشغل الايونيك لاب، لاحظ هذا هو الايونيك لاب اللي راح يشغل لنا الايفون والاندرويد وصاحبنا الاخر اللي هو ويندوز. نعم ممكن نختار البلاتفورم، لاحظ كل البلاتفورمات موجودة، هذا بالنسبة لجماعة الايفون، هذا بالنسبة لجماعة الاندرويد، هذا بالنسبة لجماعة الويندوز فون تمام. فبهذه الحالة احنا عرفنا طريقة تنصيب وعمل مشاريع بالايونيك. أضف إلى ذلك أنه هنا ممكن تذهب إلى الأوبن، في الأوبن تذهب للديسكتوب على سبيل المثال، تختار Ionic 3 My Project، وين My Project؟ My Project، لاحظ تضغط هنا Open، راح يعرض لك كل المحتويات اللي موجودة في داخل المشروع. لاحظ هنا أنت عندك هذا أيضا، طبعا أنا كبرت الفونت حتى يكون واضح، يعني هنا أنت عندك السورس، هنا عندك البيجز على سبيل المثال، مثلا خلينا نعمل في التغيير بسيط هنا، مثلا ادخل اكتب ويلكم تو ماك او اس اكس. اعرف راح تسالون سؤال ليش ما كتبت اسمك. طيب راح يعمل ريفرش هنا طبعا التطبيق، لاحظ ويلكم تو ماك او اس، هنا ويلكم تو ماك او اس، ويلكم تو ماك او اس تمام. فبهذه الحالة أنت وصلت لمعرفة طريقة تنصيبها في الماك واستخدامها، يعني كل الأمثلة اللي احنا طبقناها في الدروس السابقة ممكن تطبيقها أيضا هنا، لأن هي كروس بلاتفورم عابرة للمنصات وممكن أنه تستخدم الآيونيك. خلونا نوقف هنا ونكمل وياكم الدرس القادم، مع السلامة.